مشاهدي شفتي فيلان ومرحبا بكم الآن في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء قد لحظات كيف نتبع معنا من هنا من منطقة سيدي مومن ليلة الثامن شجاع مدير الليلة المفزعة الليلة يعني اللي الناس هربوا من الزلزال وخافوا على الحياة ديالهم وخافوا على وليداتهم من طبيعة الحال كل منطقة كل حي مشاو بيت وشي بلاصة ومشاو خسروا شي بلاصة باش وفيها كيف ما منطقة سيدي مومن وهذا هو المكان اللي جاو ليه الناس لأنه يعني بعيد طلعوا لهاد البلاصة هادي كيبان لك هناك يعني واحد يعني مثل الهضاب طلعوا وباتوا فيها استغفر الله العظيم باتوا فيها الليلة كاع كاملة البلاصة هادي يعني باش يهربوا من البوليان يهربوا من أي حاجة باش تقدر توقع هاديك الليلة وبهاد الحال الليلة راه كانت صعبة على كل شيء ما نعسناش فيها بقينا يعني اول حاجه هربنا ثاني حاجه ملي مشينا وامننا على راسنا كتدخل مواقع التواصل الاجتماعي كتصفح كتلقى ان كاين العديد من الخوت اللي ماتوا جراء داك الزلزال يعني هنا كاين مشكل يعني كتبقى تفكر كتقول دوك الناس توفى وفي الاول كانت حصيله صغيره بقات الغدر حصيله وكتكبر كانت تدخل ديال القوات المسلحة الملكية القوات المساعدة الأمن الوطني الدرك الملكي باش يودلو الوقاية المدنية باش يتم يعني إخراج الجوجة من تحت الأنقاض لأن كاينين الناس بزاف باقي بقاو تحت من الردم وتحت من التراب مجموعة من المناطق اللي لأن هذه المناطق هذه اللي عرفات هذه الأحداث الصعبة الله يرحم اللي ماتوا حاليا حصل أكثر من 2000 شخص توفى الله يرحمهم كاملين في هذا النهار هذا الله يرزق العائلة ديالهم والأسرة ديالهم الصبر والسلوان في الفقدان ديالهم يعني هذا مكان جاو ليه الناس ديال سيدي مومن دوزوا فيه ليلة كاملة ليلة بيضاء نفس سيدي مومن والعم جميل الغربة يعني كاين حتى الفجر عاد عز انا كلشي خاف على راسو كلشي خاف على وليداتو والله خص العوان ماشي سهله يعني ما كاينش اللي مدوش ديك الليله لانها اصعب ليله في حياتو هاجس الخوف وخصوص الناس اللي عندهم وليدات يعني حتى هما عاشوا واحد الضغط رهيب انا كيفكروا في وليداتهم كيفكروا شنو غيوقع ليهم كيفكروا بزاف ديال الحوايج باش بطبيعه الحال غادي يخليهم يعني انهم يهربوا وينجوا حياتهم وحياه الاسره ديالهم ولا وليداتهم